بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه المحاضرة الأشجار المولدة أو السبانينج تريز، الهدف في هذه المحاضرة هو إيجاد بيان أو رسم جزئي تي من بيان بي. طبعا التي الشجرة المولدة حتكون شجرة تحتوي على جميع رؤوس جي. في هذه الحالة حنسمي على التي شجرة مولدة للبيان. مثال بسيط عندي، مثلا عندي هذا الرسم يمثل شبكة طرق بين مدن معينة. هذه المدن مثلا وزارة الأشغال تريد تخطيط شبكة طرق بحيث يمكن الوصول إلى أي مدينة ضمن هذه الشبكة. السؤال: ما هو أقل عدد من الطرق التي يجب أن تكون سالكة؟ طبعا في هذه الحالة احنا حنكون شجرة، أو المطلوب في الحقيقة هو شجرة مولدة لهذا البيان. طبعا احنا الشجرة المولدة لابد تحتوي على جميع الرؤوس ولا تحتوي على دورات، لأن في الحقيقة نستطيع بالحذف المتتالي. هروح للدورات وأحذف هنا هذا الضلع، وأحذف هذا الضلع، وأحذف هذا الضلع، وأحذف هذا الضلع، وبالتالي نحصل على الشجرة التالية. نحصل على الشجرة اللي هي في الحقيقة مولدة للبيان السابق. طبعا في عندي مبرهنة تقول لي يوجد شجرة مولدة للبيان جي إذا وإذا فقط إذا كان الجي بيانا مترابطا. طبعا فكرة إنشاء الشجرة المولدة إن احنا نتخلص من الدورات، وذلك عن طريق الحذف المتتابع للأضلاع. مثلا مطلوب في هذا المثال نحن نوجد شجرة مولدة للبيان المعطى في المثال السابق باستخدام خوارزمية التقصي. هذا عندي البيان ونريد نوجد الشجرة المولدة لهذا البيان باستخدام خوارزمية التقصي. حبدأ بالنقطة، مثلا اتش، اختار اي نقطة، بعد كده اختار نقطة اخرى وأوصل بين النقطتين أحصل على تي 2. أختار نقطة أخرى ولتكن بي وأوصلها مع الإتش أحصل على، وهكذا أختار إلى أن أجد إلى أن نجد البيان المطلوب. بعد كده في الحقيقة أحتاج أيضا أختار نقطتين. عندي هنا هذا الجزء تي 4، اختار برضه هنا نقطة اللي هو الاي، برضه حختار هنا نقطة، حختار الدي. طبعا انتبه ايه، ما ريتش دورات خالص، لان حيبقى عندي بهذا الشكل. اذا هذا هو في الحقيقة هو البيان المطلوب. طيب، طبعا في المسألة السابقة، طبعا هذا المثال احنا استخدمنا خوارزمية التقصي وهذا الأفضل. بالإمكان أن احنا ننظر إلى الدورات. في الحقيقة لدي هنا دورتين، فمثلا لو اخترت هذه الدورة اللي هي عبارة عن المربع هذا وحذفت أضلاع أحد أضلاعه وليكن بي سي، أحصل على هذا الشكل. أيضا لدي الآن دورة أخرى هنا، برضو حأحذف أحد أضلاعها وليكن مثلا سيدي، وليكن هذا، ممكن أحذف الجيدي، نحصل على الشجرة المطلوبة أو تحوي جميع الرؤوس. و طبعا خوارزمية التقصي يبدو هذه الصفحة تأخرت، أو الصفحتين السابقة تأخرت. خوارزمية التقصي في الحقيقة أبدأ بنقطة إلى أن أحصل على الشجرة المولدة اللي في الحقيقة تحتوي على جميع الرؤوس ولا تحتوي دورات. طبعا في عندي خوارزميتين هامتين اللي خوارزمية تقصي عرضي وخوارزمية تقصي عمقي. في الحقيقة اللي حنحاول نوضح هذين الطريقتين أو الخوارزميتين من خلال مثالين القادمين.
في الحقيقة بيان العبور أو الجراف الترافيرسال إحنا نستخدمه للبحث عن الرؤوس في البيان، وأيضا لتقرير رتبة الرؤوس التي تم زيارتها في خطوات البحث. طبعا إحنا للبحث عن الأضلاع التي تستخدم في خطوات البحث، لكن في الحقيقة بدون إنتاج دورات. حنخذ الطريقتين اللي هي طريقة التقصي العرضي وطريقة التقصي العمقي. طيب حنأخذ مثال على الطريقة الأولى ونوضح هذه الخوارزمية في الحقيقة من خلال المثال. لدي هذا المثال، البيان السابق المطلوب هنا يقول لي استخدم شجرة تقصي عرضي، هذه الشجرة ابتداء من الجي الجذر جي. إذا رقم واحد حبدأ بالجي هنا، وأروح كاتب إيه هذه القائمة أو هذا الطابور بهذا الشكل، هذا أحيانا يسمى كيو، أو بديت بالجي. وبعدين أنظر ما هي الرؤوس المجاورة للجي في الحقيقة اللي هي الدي والسي والاتش، وبالتالي أدخل هذه الرؤوس وأحذف الجي. إذا القائمة الانتظار الجديدة حتكون فيها سي ودي واتش. طيب السي والدي والاتش مثلا ممكن أخذ السي، ممكن أخذ السي وأنظر ما هي الرؤوس المجاورة له والتي لم نزرها بعد. الحقيقة حيكون الرأس بي، إذا الرأس بي هو مجاور للسي. إذا حروح حذف السي وأضيف هنا جي سي وأدخل الايه البي. طيب في الحقيقة الآن تبقى لدينا أدخلنا بدل السي هنا أدخلنا البي، بالتالي انظر إلى الرأس دي، هل يوجد رؤوس مجاورة له لم نزرها بعد؟ لا، إذا أحذف الدي وأروح ضايفه هنا. برضو أجي للإتش، هل يوجد رؤوس مجاورة له لم نزرها بعد؟ لا يوجد، الجي زرناه، البي. طيب أروح حاذف الإتش وأروح كاتبه هنا، أجي لي البي، هل يوجد رؤوس بالنسبة للبي لم نزرها بعد؟ نعم يوجد الإيه. إذا حروح إيه ضايف الإيه وأحذف الإيه وأحذف البي وأروح كاتب البي هنا. طيب في الأخير هل يوجد رؤوس مجاورة للإيه؟ لا يوجد. إذا في هذه الحالة نكون أنهينا، حصلنا على هذه المتتالية من الرؤوس، وفي الحقيقة الجراف المطلوب أو الشجرة المطلوبة حعيد الرسم هنا بدون إيه؟ بدون إضافة هذه الأضلاع. يعني الأضلاع اللي ما استخدمناهاش، إذا هذه الشجرة المطلوبة باستخدام طريقة التقصي العرضي. طب ناخذ مثال على طريقة التقصي العمقي أو العميق للبيان. برضو حنشرح الألغوريثم على من خلال هذا المثال. برضو حنبدأ هنا بجي، عندي هذا العمود حنكتبه بهذا الشكل، أحيانا نسميها الستاك، بنية البيانات المكدسة، هنسمي ستاك. طب فرح كاتب هنا الجي، هذه النقطة أول نقطة. طب بعد كده أروح أنظر ما هو الرأس المجاور للجي الاتش، أروح ضايفه هنا. وبعدين أروح أشوف ما هو الرأس المجاور للاتش البي، أضيفه في هذا العمود. وبعدين أروح للبي الرأس المجاور له الاي، أروح ضايفه هنا. طيب الآن حرجع بالاتجاه العكسي، البي طبعا هذا الرأس زرنا وهذا الرأس زرنا، إذا الآن حتجه في هذا الاتجاه في الاتجاه العكسي، وأحذف الاي أو حذفت الاي ورجعت للبي مرة أخرى. طيب البي هل يوجد له رأس مجاور؟ نعم السين، إذا حضيف هنا ايه حضيف السين. حنعمل السهم هذا، لابد هنا عندي من سهم أو بي إلى سي، وأضيف السي إلى العمود هذا. الآن أنظر هل يوجد رأس مجاور للسي؟ نعم يوجد اللي هو الدين. طيب يوجد اللي هو الإيه؟ اللي هو الدين. أروح حاذف السي وأضيف هنا الدين. طيب هل يوجد رأس مجاور للدين؟ لا لا يوجد، يعني يوجد رؤوس مجاورة ولكن احنا ايه خلاص زرناها. اذا الان ارجع عكس، حيبقى اهو دي الى السين بهذا الشكل، واروح حذف الدين.
الآن السي برضو نفس الحكاية، حروح راجع عكس أو أحذف السين، برضو أروح لي لي البين. طيب البين حرح متجه بهذا الشكل في اتجاه الاتش واحذف البين، بعد كده اروح من الاتش للجيم واحذف الاتش، اتبقى لدي الجيم، وبالتالي في الحقيقة حصلنا على البيان المطلوب. او بعد كده طبعا هنا عندي الرؤوس تم زيارتها، في الاخير الأضلاع اللي لم تدخل في الرسم نروح حاذفينها، حنحصل على الشجرة التالية وهو المطلوب. أكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.